مستنيين الحرب العالميه الثانيه مش كده؟ واحنا كمان المحتوى جاهز وريدي تو جو، بس في الفيديو ده احنا مش هنتكلم عن الحرب العالميه الثانيه، احنا هنخطف خطفه سريعه كده علشان اللي بيدخل الحرب العالميه الثانيه يا ولدي ما بيطلعش. هنعمل ايه في الفيديو ده؟ هنتكلم عن التايم لاين في الاسره العلويه، اختصار تاريخ مصر الحديث. طبعا مش هنقدر نفرد مساحه في الفيديو ده لكل حاكم، لانه كل حاكم محتاج له سلسله عشان نتكلم عن المميزات والعيوب والاحداث اللي حصلت، ولكن بمنتهى الاختصار احنا هنتكلم عن شريط الحدث نفسه. هنستفاد ايه من الفيديو ده؟ اول حاجه هنتعرف على الحكام واحد واحد باسمائهم، بعلاقتهم ببعض، ومين ابن مين، عشان اللي مسقط حاجه او اللي مش مجمع هيعرف الموضوع كله، هيرسم خريطه الاسره العلويه كويس جدا. تاني حاجه هنعرف الزعامه الشعبيه، الشخصيات اللي ظهرت قصاد الحكام. تالت حاجه هنتعرف على انظمه الحكم او هويات مصر. مصر غيرت 5 انظمه حكم في 148 سنه بس، كانت جوزئيه الميول. وكمان هنعرف تاريخ العلم المصري والنشيد الوطني. يلا بينا نبدا، تعالوا نحكي الحكايه. زكريا الدرديري مدرس رياضيات في التاريخ. ايه؟ زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. حاجة وقفنا عندها الحملة الفرنسية على مصر قبل ما ندخل على الأحداث العالمية. وبالمناسبة دي عايزين نوضح حاجة مهمة جدا بمناسبة فيديو المماليك، بيجينا كومنتس لحد دلوقتي ان احنا اختصرنا فيه قوي او ما كلمناش عليه باستفاضة. الحقبة بتاعة المماليك امتدت اكتر من 200 سنة، اكيد مش هنتكلم عنها في 7 او 9 دقايق، ولكن احنا كنا بنوضح دخول الحملة الفرنسية على مصر ايه كان اللي حاصل، مين اللي كان ماسك الحكم، وكانوا المماليك. طب ازاي والدولة العثمانية كانت دخلت اصلا؟ فكنا بنوضح هنا شويه تعريفات واخدينها بشكل سريع شويه كتمهيد لدخول الحمله، ولو دخلنا على بلاي ليست على اليوتيوب هنلاقي انه فيديو المماليك من ضمن الحمله الفرنسيه، يعني ما هي الا تمهيد. اتكلمنا في الفيديو بتاع المماليك عن تسلسل الدول اللي كانت في مصر لحد ما وصلنا للمماليك ومن بعدها العثمانيين ومشاركه المماليك لهم في الحكم وبعدين دخول الحمله الفرنسيه. بعد كده حصل شيء من الصراع على الحكم، كان في فراغ سياسي وكان في يعني شبه عركة ما بين خورشيد باشا ومحمد علي، وكان بيحاول يبعده، وبعدين الزعامة الشعبية وعمر مكرم وما إلى ذلك، إلى أن تولى محمد علي الحكم سنة 1805. ندخل على الأحداث. احنا عندنا 11 حاكم من الأسرة العلوية، بس بشكل عملي احنا هنتكلم على 10 بس. مش هنتكلم عن أحداث محمد علي لأنه الموضوع كبير قوي وفعلا لازم يتعمله سلسلة لوحده، بس هنتكلم على ولاد محمد علي. محمد علي خلف ولاد كتير قوي، هناخد منهم 3 بس، احمد طوسن وابراهيم ومحمد سعيد. نبدأ بطوسن لانه ما حكمش، بس هنحكي عليه حاجة صغيرة كده بحيث ان احنا هنربط الاحداث اللي جاية. محمد علي كان بيدي اوامر لطوسن وابراهيم ان هما يطلعوا يسيطروا على حركات سياسية او اماكن، جزر، ايا كان الامر ده بايه. فطلع من الطلعات، توسن طلع شبه الجزيرة العربية وحصلت معركة في مدينة الطائف، ورجع بعدها بإصابة بيقال ان هو مات بسبب الإصابة دي، ومحمد علي كان يعني حفاظا على ماء وجهه قال ان هو مات بالطاعون، وفي رواية تانية بتقول ان هو فعلا مات بالطاعون، وفي رواية تالتة بتقول لا بالعكس ده انتصر، بس لما رجع كان في مظاهر الاحتفال فتقل شوية يعني في الاحتفال فتوفاه الله. عامة توسن مات وهو عنده 22 سنة، وساب لنا طفل بريء كده أمور عنده 2 سنين، هنرجع له كمان شوية. بعد توسن هنتكلم عن إبراهيم. إبراهيم كان دراع محمد علي اليمين. الناس بتقول إن محمد علي اتجنن، ولكن هو في حقيقة الأمر ما اتجننش قوي، يعني راجل أصيب بأعراض الشيخوخة، وبعد كده كان بتحصل له صدمات بسبب الحروب زي حروب الشام وكده، فما كانش بيتحمل اللي بيحصل ده. وعلى حسب مذكرات نوبار باشا انه هو اصيب بمرض الديزنتاريا، فعلشان الدكاتره تسيطر على هذا المرض ادوله دواء فيه قطرات فضه، وده كان له تاثير على قدراته العقليه. فهو ما كانش مجنون قوي يعني، لكن بيغيب وبيروح ويجي، لكن في احداث بعد كده بتحصل بتورينا ان محمد علي كان واعي وفاهم اللي بيحصل حواليه، ما كانش واحد يعني راح وما جاش، يعني لا هو كان بيجي احيانا كتير. على حسب المصدر، في مصادر بتتكلم على ابراهيم ان هو كان حد شرير قوي ومكروه، وفي مصادر تانية بتقول ان الراجل ما كانش قدامه حل غير كده. جم قالوا له احنا لازم نعمل مجلس وصايا على الحكم علشان قدرات محمد علي ما بقتش قويه زي الاول. فابراهيم قال لهم لا، وصايه ايه؟ هنا لسه هستنى، ولما يتوفى هناخد اوردر بقى من الباب العالي انه احنا نورث الحكم ولا لا، او تحصل معارك؟ اكيد لا. ليه؟ لانه كانت ساعتها مصر اياله عثمانيه، ولما نرجع بالمعجم للاياله العثمانيه هنلاقي انه معناها اقليم تابع للحكم العثماني، وكان الحاكم هنا
والي ولقبه باشا. فابراهيم حب يضمن الموضوع ده وراح للباب العالي وطلب منهم ان هو ياخد المنصب من ابوه، وقد كان وده فعلا اللي حصل. ايا كانت نوايا ابراهيم طيبه او شريره، هو فعلا بيحصل على الحكم وبياخده من ابوه. وهو راجع من تركيا لمصر بيصاب او بيشتد عليه مرض العضال، وكان بيتقيأ دم وبدأت تحصل له هلاوس في الطريق، فقدراته العقلية برضو ما بقتش تمام، فبدأ ان هو يهلوس ويدي اوامر كارثية. يعني بيرجع وبيحكم 6 شهور وبيتوفى، وهنا الكارما ان هو اللي بيتوفى ومحمد علي اللي بيفضل عايش. مات ابراهيم ويجي بعده الحاكم الثالث اللي هو مين؟ الطفل الصغير اللي احمد طوسن سابهولنا ده اللي حكينا عنه من شوية، اسمه عباس حلمي الاول. يعني عباس حلمي الاول ده ابن طوسن ابن محمد علي، هو ثالث حاكم، يعني ده يبقى حفيد محمد علي. عباس حلمي الاول ما كانش في شطارة وذكاء جده خالص، ما كانش مرن وكان عنيد ودماغه مش متفتحة وعمل انجازات، بل بالعكس يعني كان تقريبا بيبوظ محمد علي عمله، وللأسف سلبياته اكتر من ايجابياته. هو ليه ايجابيات بس سلبياته اكتر. المهم هو برضو صاحب نظرية المؤامرة، هو اللي عمل نظرية المؤامرة في مصر، لان طول الوقت كان متوجس ان عمته هتأذيه، عمه هياخد منه الحكم، في حد متربص له و وفعلا اللي خاف من العفريت يطلع له. عباس حلمي كان في قصره في بنها، دخل نام اتقتل وهو نايم وينتهي حكم عباس حلمي الاول. بعد عباس حلمي الاول هيجي محمد سعيد. تيجي نراجع كده بسرعة، محمد علي، بعده ابنه ابراهيم، بعده عباس حلمي الاول حفيده، وبعدين ابنه تاني محمد سعيد. محمد سعيد كان في سلك البحريه، راجل ملوش دعوه باي حاجه كده، وقاعد في اسكندريه ومستقنيص وكله تمام. لما عباس حلمي اتقتل جابوه وتولى الحكم. الراجل ما طولش قوي، يا دوب حكم مصر 8 سنين و9 شهور ومات وهو 42 سنه، ودفن في مسجد النبي دانيال في اسكندريه. حاجه بقى شخصيه هنا عايزه احكيها لكم، يعني لاني اتكسفت جدا وحسيت بالخجل الشديد. على مراحل الثلاث مراحل التعليميه، يعني ابتدائي واعدادي وثانوي، دايما كان بيشار لي على محمد سعيد ده بانه اللي باع مصر طبق المكرونه، او محمد سعيد بتاع المكرونه. فلما كبرت وابتديت اتحقق من موضوع طبق المكرونه ده، وجدت انه هذا الرجل له ايجابيات ومميزات كتيره جدا، اهمها ان هو حقق العداله الاجتماعيه وكان بيقف في صفوف الطبقات الفقيره والبسيطه، وكان بياخد حقوقهم من الطبقات الاغنى والاعلى، وحقق مساواه كتيره قوي، من اهمها ومن ضمنها الجيش، ان هو كان قبل كده اللي يدخل الجيش ده الفقراء بس واولاد الناس والاعيان وكده، ما لهمش جيش، واللي كان يروح الجيش ده محدش يعرف هو راجع ولا لا وكام سنه، وكان الحال في اللبس والاكل وكده كان معدم. فهو طور وكان بيحقق فعلا العداله الاجتماعيه. لكن ما اعرفش ايه اللي حصل، احنا قررنا ان احنا نحط كل ده على جنب ونتكلم على موضوع دلسابس وطبق المكرونة. فلما نيجي بقى ان شاء الله نفرد له مساحة، لازم نحكي بالتفصيل وننصفه شوية. صحيح الشخص ممكن يعمل حاجات وعيوب وفدائح احيانا يعني، بس ده ما يخليناش خالص ان احنا ننسى الفضائل اللي هو عملها. بعد سعيد بيجي اسماعيل. ومن هو اسماعيل؟ اسماعيل يبقى ابن ابراهيم ابن محمد علي. تعالوا نراجع كده بسرعة، اول حاكم معانا محمد علي، ابراهيم، عباس حلمي الاول، محمد سعيد، اسماعيل. اسماعيل هنا بيحمل لقبين، لقب باشا لان هو كان والي، الى ان راح للباب العالي قال لهم انا عايز احولها خديوية. قالوا له مفيش مشكلة، حولها خديوية في مقابل زيادة في الجزية السنوية. قال لهم انا كمان ما عنديش مشكلة. فاول واحد بيبقى معاه لقب خديوي هو الخديوي اسماعيل. الباب العالي اصدر فرمان في 8 يونيو 1867، وبتتحول بالفعل مصر الى خديوية، والعلم بيتحول من علم احمر بهلال ونجمة الى هلال وثلاث نجوم. وبكده ده يبقى اول تغيير للعلم في تاريخ مصر الحديث. هنسيب احداث اسماعيل لحد ما نفرد له مساحة، ونحاول ان نقول يعني الحاجات اللي ليه واللي عليه، وننصفه شوية وننسى اي حاجة شفناها في التلفزيون لحد ما نتكلم عنه بشكل منصف، اتمنى يا رب. هنتكلم بعد كده عن الاحداث اللي حصلت. اسماعيل احداثه كتير زي محمد علي، كان طالع لجده في انجازات كتيره، وكان عصر نهضه، واحنا ممكن دلوقتي نشوف في الشارع القاهره الخديويه كانت عامله ازاي، انجازاته واضحه يعني. الموضوع ده نكد على انجلترا وفرنسا، قعدت لككوله ويشتكوه لتركيا، اللي كان ساعتها بقى العلاقات ما بينهم متوتره شويه. فتركيا قالت له اركن انت على جنب، هنعزلك و ابنه توفيق اللي هيتولى الحكم. قبل ما نسيب اسماعيل هنميزه زي جده ان هو عنده 3 ولاد، توفيق
وحسين كامل وفؤاد الأول. توفيق بيبتدي يمسك الحكم وهنا الأحداث بتشتد، وهو بيبقى عندنا تاني واحد معاه لقب الخديوي بعد أبوه إسماعيل. الأحداث بتشتد إزاي؟ إنه في 1881 بتقوم الثورة العربية، وبعد كده في 1882 بيحصل التدخل الإنجليزي لحماية الخديوي. بتحصل أحداث كتير ملناش دعوة بيها، ندخل على الحاكم اللي بعده. مين هو؟ عباس حلمي الثاني. مين هو عباس حلمي الثاني؟ عباس حلمي الثاني ابن توفيق، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن محمد علي. تعالوا نعكسها بقى، عندنا محمد علي، وبعدين إبراهيم، عباس حلمي الأول، محمد سعيد، إسماعيل، توفيق، عباس حلمي الثاني. يعني عباس حلمي الثاني كده حفيد إسماعيل. عباس حلمي الثاني كان من الواضح يعني ميوله ان هو كان ضد الانجليز، ما كانش طايقهم، والانجليز كانوا عارفين كده. وبيظهر في التايم لاين مع عباس حلمي الثاني مصطفى كامل، وهنا بقى بتحصل حادثة دونشواي في 1906، وتأسيس الحزب الوطني في 1907، وما إلى ذلك، إلى بنوصل إلى الحرب العالمية الأولى. كانت سنة كام بقى الحرب العالمية الأولى دي؟ احنا مذاكرينها يعني، احنا فطسنا حرب عالمية أولى مش كده؟ كانت سنة 1914. نفتكر كده لما تركيا دخلت مع ألمانيا في الحرب، كانت في أكتوبر 1914، وده طبعا كان ضد الإنجليز. الانجليز قالوا لك بقى خلاص كده، ده عداء رسمي، احنا ناخد مصر، نعلن الحمايه الكامله. ومش بس سحبوها من تحت عبائتها، لا، دول اعلنوها سلطنه، والحاكم هيبقى سلطان راس براس للامبراطوريه العثمانيه. جم يدوروا على عباس حلمي الثاني بقى، يلاقوه فين يا ترى؟ في تركيا. هم عارفين هو مش بطيقهم، فقالوا له بس يا حبيبي خليكي عباس عندك خالص، يا حبيبي احنا هنعزلك وهنولي عمك حسين كامل الحكم، خليك عندك ومش هتدخلها تاني. حسين كامل يتولى، وده يبقى التالت تغيير للنظام في مصر، من إيالة لخديوية لسلطنة، والسلطان حسين كامل بيتولى الحكم. طبعا هما كانوا بيدوله برستيج قوي، هو كان مبسوط جدا بالموضوع ده، يعني يقولوا له سيادة الفخامة السلطان الجامد قوي يعني، وفي الأكشن الحاجات الخارجية كانوا بيسحبوا برستيجه عادي جدا، يعني هما بقى اللي بيتولوا أي خطابات خارجية يعني وحاجات قرارات مصرية. المصريين ما كانوش طايقين حسين كامل، شايفينه بقى بتاع الإنجليز وخاين وعميل، فكانوا بيصحوا كل يوم الصبح كده يفطروا ويشوفوا هيغتالوا حسين كامل فين النهارده. ومن هنا ظهر هتاف الله حي الله حي عباس جاي. كان المصريين عندهم امل انه الله غالب، عباس هيرجع تاني، وحسين كامل ده هيروح في اي حته. الراجل برضو علشان يعني نبقى نحكي وجهه نظر كلها، هو بيشوف انه ما كانش قدامي خيار تاني، لانه كده اسره محمد علي هتخسر الحكم، وممكن الانجليزي يجيبوا لنا امير من الهند يتولى الحكم، فانا كان لازم اقبل الموضوع، يعني انا مش خاين ولا حاجه، ده كان الاوبشن الوحيد اللي قدامي. بس يعني جمله وتفصيلا كان المصريين كانوا بيكرهوا حسين كامل. حسين كامل جه يورث العرش لابنه، ابنه اسمه سهل قوي، اسمه كمال حسين، طبق طبقا عادي يعني. بس كمال حسين مرضاش يرث العرش، يعني بعت له خطاب كده عزيزي بابا، ويعني شكرا لشعورك الطيب وحاجات كده، حاجه كيوت كده، وبعدين قال له يعني هخلع. طبعا اللي بيقرا الموضوع يقول يا حبيبي ده خايف من الاحداث عشان يعني الانجليز والثوره وكده، بس بعد كده يعني في طرائف تانية هنشوف ان هو كان يعني خلع لاسباب اخرى برضه هنبقى نذكرها، الموضوع كوميدي. وبيجي بعد كده يرث الحكم فؤاد الاول. نراجع بقى، يعني لازم نقف هنا ونراجع، مين فؤاد الاول؟ فؤاد الأول أخو حسين كامل، أخو توفيق، ولاد إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن محمد علي. أنا النهاردة قلب على الجدة، هو ابن طنط فلانة، ابن طنط علانة، أنا عاملة كده النهاردة. أوكي، بيمسك فؤاد الأول الحكم، وإحنا ماشيين بالتايم لاين هنشوف بقى أن الحرب هتخلص في 1918 زي ما حفظنا، مفروض ان احنا حافظين جامد يعني، مفيش هزار دي عشان ما تجيليش هارت اتاك. الحرب بتخلص 1918، ونفتكر برضو مع بعض مبادئ ويلسون. من هنا سعد زغلول بيمسك في مبدا بتاع ويلسون بتاع الجلاء والحريه للدول وكده، فاللي هو طب هي مصر وحشه ولا ايه؟ ما يعني شوفوا لنا حل معاكم، يعني اشمعنى صربيا والجبل الاسود؟ فمن هنا بيحصل بقى موضوع الوفد وثورة 19، وبندخل على الأحداث. في حتة هنا مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في موضوع فؤاد الأول ده، إنه أحيانا بيكون سلطان في بعض كتب التاريخ والمراسلات والمذكرات والحاجات دي، وفي أوقات تانية بيكون ملك، وأوقات بيبقى سلطان ما بين قوسين ملك. إيه الحوار ده؟ نقول بقى الحكاية هنا. سنة 22 بريطانيا أعلنت، طلعت إعلان كده استقلال لمصر. هل مصر استقلت ولا لا؟ مش موضوعنا خالص، مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي، بس وقتها
ملك فؤاد طلع يعني غير الهوية أو غير نظام الحكم في مصر، بقت مملكة، فهنا بقى ملك، وهنا اتغير العلم بقى الأخضر، سيبنا بقى اللون الأحمر ده بقى الأخضر والهلال وثلاث نجوم. يعني كان قبل الإعلان يشار له بالسلطان فؤاد الأول، وبعد الإعلان بالملك فؤاد الأول. تستمر الأحداث والوفد بيبقى مسيطر جدا على الشارع، وفي شعبية قوية جدا للوفد، وبعدها بيطلع دستور 23 1923، ده بيبقى في فترة الملك فؤاد الأول. وبالمناسبة النشيد كان إسلامي مصر إنني الفتى. بيموت الملك فؤاد الأول وبيجي بعده ابنه فاروق، فاروق الأول. بيتوج فاروق الأول ملك على مصر. بعد فترة كان في لجنة وصايا على العرش، لأنه هو كان ساعتها تحت السن وأمه تحايلت، يعني حاولت تقولهم يحسبوا سنه بالتاريخ الهجري، فبيحصل يعني بيبقى 18 سنة بالعافية يعني، كان صغير قوي. بيتوج ملك على مصر فاروق الأول، وبعد كده بعد سنين كتيرة وأحداث بتحصل حركة الضباط الأحرار سنة 1952. فاروق تسلسله إيه بقى؟ تعالوا كده نشوف، نراجع. فاروق ابن فؤاد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي. حصل له نفس المشهد اللي حصل لجده إسماعيل، فإن هو تنازل على العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني، كان عمره ساعتها سنة، وخرج على متن باخرة المحروسة متوجها إلى إيطاليا. وبيصبح معانا حاكم رقم 11 الملك أحمد فؤاد الثاني، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وهو عمره سنة ملك، فأكيد بيكون في لجنة وصايا على العرش، منها الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات وقائم مقام رشاد مهنا. وهنا تتحول مصر من مملكة إلى جمهورية يوم 18 يونيو 1953، جمهورية مصر العربية، وأول رئيس جمهورية بيكون محمد نجيب. هل بقى العلم اللي موجود دلوقتي هو علم الجمهورية من ساعتها؟ لا، العلم كان كده، وبعدين بقى كده، وبعدين بقى كده، وبعدين بقى كده. العلم اللي موجود دلوقتي ده تم اعتماده سنة 1984، أي في عصر مبارك، وتغير النشيد الوطني من إسلامي يا مصر إلى بلادي بلادي لك حبي يا فؤادي. وبالمناسبة السطر ده متاخد من خطاب للزعيم مصطفى كامل، كان بيقوله أخدوا الشاعر محمد يونس القاضي وحولوا إلى نشيد وطني ولحنوا سيد درويش. وبرضو النشيد ما تغيرش وقت إعلان الجمهورية، أخد شوية وقت وتم اعتماده تغييره في عصر السادات، وإسلامية مصر ما راحش عليه خالص، لا ما زالت الكليات العسكرية بتقوله في الاحتفاليات بتاعتها. وبكده نكون خلصنا. قبل ما نمشي عايزين نراجع بقى عليهم كده ونقولهم مع بعض، وقولوا معايا، أكيد انتوا حفظتهم يعني، بتهيألي أنا راجعت وعدت كتير يعني. يلا آخر مرة: محمد علي، إبراهيم، عباس حلمي الأول، محمد سعيد، إسماعيل، توفيق، عباس حلمي الثاني، حسين كامل، فؤاد الأول، الملك فاروق، الملك أحمد فؤاد الثاني. خلصناهم كده خلاص، برافو. يلا كده نكون خلصنا مختصر تاريخ الأسرة العلوية. هندخل على الحرب العالمية الثانية، احنا خايفين ننزل فيديوهات عشان موضوع الحرب العالمية الثانية ده، كل الناس استنى الحرب العالمية الثانية، فيلا بينا هنخش بعد كده، بعد الفيديو ده، الفيديو اللي بعده الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله نشتغل على الحرب العالمية الثانية، وهنبدأ بالثورة الروسية ولينين. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير، سبسكرايب اليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.